السلام عليكم خواتي، ان شاء الله ان شاء الله تكون لاباس. نصلي على حبيب مصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، ان شاء الله تكون كامل بخير. عندنا اليوم بوت كما تشاهدون، بوت اتيت به. المهم بوت هذا سوف نعمل عليه ونكتشف ماذا يحمل لنا من مفاجآت. نضغط هنا ابدا هكذا. نضغط هنا هكذا انضمام، انضم. لدي الكثير من القنوات، سوف اقوم بسحب هكذا. نضغط مان اوت تشيك، نضغط هكذا. شو قلنا هنا؟ نضغط كونتينيو هكذا، نلتحق بهم على الجروب، ثم شانل، ثم تويتر. كما هو معروف نضغط سويبي هنا، بعد ذلك أضغط هذا، نضيف 3 أصدقاء فقط، هاشتاغ هيرو، هذا كل ما في الأمر. نذهب لنأتي بأصدقاء، هاشتاغ سهل جدا. هكذا نضغط، هكذا قمنا بالمهام. نعود للموقع ثم نضغط هنا. هكذا نضغط جوان تويتر، نكتب اسم تويتر الخاص بنا، نأتي بمحفظة بيسكان بنص مارشان، وهنا لدينا ريفيرال خاص بنا. الصوت ناقص لكن الاي دروب هو باين واضح سهل جدا، كيكون كاين تفسير ممكن نعلي صوتي. هكذا انتهينا خاوتي. الاي دروب هذا وجدته على صفحة أجنبية ولدي إثبات سحب، بعملت كما شاهدت عملت بي اس دي تي. هذا كل ما في الأمر خاوتي، شاركوا الاي دروب فيه يعطينا 4 دولار. التوكن يساوي يعني يعطينا 40 دولار. مكافأة كذا نتوكي استهكير رمز على الإحالة 40.
يكون إحالة 25 دولار كما يقول الموقع. هذا بالشانل الخاص بي، الخاص بي هو هذه الشانل أو إلى الجروب. 20 أكتوبر ينتهي الأي دروب. كما قلت لكم خوتي، الشخص اللي سحب عليه ما كذبش. العملة نجبدوها بعملة بي يو اس دي تي، يعني 10 قطع هيرو هيرو ولا هيرو كما مكتوب انا هيرو، تساوي 1 بي يو اس دي تي. وكما تعلموا البي يو اس دي تي نشوفوا هنايا، ماشي، هذه تساوي 1 دولار القطعة الواحدة. القطعة الواحدة تساوي تقريبا 1 دولار. المهم كان هذا الشرح خاوتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.